اتفضلي يا حبيبتي، احلى طبق فول بالخلطه الجامده دي. اتفضلي يا قلبي مع البيض المفيوح والشمندر. يا سلام، موضوع كبير. عايزه تعرفي الفول العيله بتعمل ازاي؟ تهرسيه كويس جدا 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 على النار بخلاط او بكبه، شويه حمص، طحينه، ليمون، كمون، ملح، شويه حليب او ميه، تضربيهم تحطيهم على الفول، تسلقي البيض وتقطعيه، ورشه كمون، شويه زيت زيتون بقى، وشاي حليب بقى، وعيشي طبق خضره جنبك، اي حاجه خضره عشان تسيبه حار. وبالعافيه يا بنات. قاعده بقى كده ايه، اشتهيت اعمل سحور جامد. اخر حاجه اشتهيت ايه بقى يا بنات؟ اشتهيت اعمل فول والحمص والثوم والليمون والكمون وبالبيض، يعني اسلق البيض واعمل طبق فول كده غريب، بحبه قوي قوي. من اول رمضان وانا هموت على الفطار، على السحور ده. من اول رمضان وانا بجد هموت على السحور ده. وايه مثلا يبقى باقي مثلا من الفطار نفطر ناكل بيه، اعمل طبق مسحرين مش في البيت، يعني يبقى في قلق. النهارده بقى خلاص، بقى خلاص يعني ما ينفعش النهارده يا جماعه، يعني 11 رمضان لازم اتسحر حاجه كده، تمام؟ فقلت هعمل الطبق الفطور ده، مش عارفه معلم معلقه معايا فطور، هعمل طبق السحور ده، تمام؟ النهارده كنت عامله على الفطور تشريب، تمام؟ كنت هسخنها واعمل طبق تشريب، بس لا 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 لا، ده انا عايزه ده. وعايزه ايه تاني؟ وعايزه بيض بالطماطم، بس بيض بالطماطم والجبنه وحليب طبعا، وهنحط حليب وطبعا بقى لبن وروب والحوارات دي كلها. طماطم الحمد لله في طماطم فقيره الحمد لله، وكان جبت طوميتو وجبنه بقى. عايزه بالجبنه بس مش عايزه اهو دي ملح خفيف، لا عايزه بدي، عايزه بدي. الدنيا محكوكة عندي هنا، مفيش مشكلة، تمام، أمور تمام، عايزة تظبط. يلا لايك وليمونة، لا عندنا ليمون، عندي دوت شلتهم من الفطار، سلطة البنجر بحبها قوي، بصوا حاططها في كاسة كده عشان كنت إيه آخد منها معلقة معلقة، بحبها قوي بالذات لما بتقعد بحبها أكتر، لونها بيطلع. يلا خلينا بقى نحضر سحور. هو بيض بيض، هحط بقى ده وناخد البيض. هنا بقى عندي طاسة يا بيبي سريع، هنا عندي ملفات يا اختي، البوتجاز لسه نضيف. يلا بتحصل في احسن عائلات، مش عارفه من النهارده كل حاجه بتحصل في احسن عائلات، انا مش عارفه العائلات دي هتبطل تعمل عمليه سودا دي امتى. تمام، وهفضل ايه اهرس كده فيه لين يبقى ناعم قوي، تمام؟ يعني هتحطي الفول بتاعك وهتفضلي تهرسي فيه، بعد كده احط ربع كوبايه ميه، وبرده هكمل هرس. طب الدقه اللي انا هعملها ايه بقى؟ هاجي هنا كده هاخد حمص شويه، بس الحمص هغسله، هغسل شويه بوله كده واحطها هنا، ونيجي نكمل بقيه الخطوات. طيب هنا خلاص انا شفته اتهرس اهو، بقى تمام التمام. الخلطه عندي حمص، ملح شويه مش كتير، طحينه، وممكن احط معلقه ربع على فكره، حطي معلقه ربع يبقى معاها فظيعه. كمون، فين الليمون؟ هنا ليمون، فصين ثوم، وهحط اثنين ثوم، اثنين ثوم، تمام. هضربهم كويس بقى، طبعا قهوتي جنبي مش قادره. خيار، بيض، بيتخلص. ميه، احط حليب، شويه حليب احسن. بصوا بقى يا جماعه كده، يا سلام بقى الفول بقى، يا سلام. بصوا بصوا بصوا، انا مش هتكلم، بصوا المنظر، شايفين الجمال؟ والدقه بقى بتاعته الفظيعه دي مع البيض، جبنه بالطماطم، خيار، يا سلام يا سلام. موضوع كبير، هنيجي بقى ايه نحضر الطاجن بتاعنا. خلاص
هنيجي نحضر الطاجن بتاعنا خلاص. نطفي النار بقى كده، ناخد الفول الجامد ده. موضوع كبير. هنستغنى عن الحلوة دي، هنبدأ ناخد الخلطة بتاعتنا الجامدة دي، حمص بقى ده، عسل مربية، يا 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 هو ده الكلام، هو ده اللي هنطعمها بقى. تمام، كتري بقى عشان يبرد على ايه؟ على القلب. كتري عشان يبرد الصيام. هنيجي بقى ايه، نحط بقى ايه رشة زيت الزيتون الجامدة بدل الزبدة، لأن الزبدة ملهاش لازمة النهاردة في السحور. زيتون اورجانيك. وهنيجي بقى ناخد البيض زي ما بنحب نعمله، كانك بقى بتاكل النهارده في عربيات مصر، في اللي هي عربيات الفطار اسمها ايه؟ الفطار، اللي هو الفطار للايام العاديه يعني، بتاع مين؟ بتاع مصر. يبقى حاطين لك البيض كده مسلوق. انا عايز اقول لكم انا عمري ما فطرت فيه، بس بشوفه، واخويا كان بيبعت لي صور، ببقى عايزه اقول لكم دخت. عارفين دخت؟ كلمه دخت شويه، ببقى دخت بجد باحتراف يعني. انا هنا كده هتيجي بقى ايه، تحطي اخر حاجه اللي هي رشه الفلفل الاسود اللي هتظبط الدنيا. ما تكتريش بقى الفلفل على السحور، بس نديها رشه ايه عشان البيض. عايزه بقى تحطي طماطم، بقدونس، حطي، بس انا مش هحطه بصراحه عشان عندي ايه، الطماطم مش مستحبه احطها على الفول، بس انا لما باكل لوحدي بحطه بصراحه. بس كده هتيجي بقى ترشي عليها ايه، نفس الحاجات بقى ايه، بقى الفول في الشارع. روح حاطط لك الخلطه دي كده على البيض بقى، ينزل بقى ايه دايخ. بس 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 كان الموضوع كبر كبر كبر، الموضوع عدى عني. انا هحطه مرتين في النص ولا مشكله؟ واحدتين في النص؟ لا بلاش بلاش، عشان ايه؟ نعرف ناكل بهدوء. ايه رايكم بقى؟ صوره بقى يا بلد، صوره 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 كمان. اه فين الكمون؟ صح، نسينا الكمون، هو اللي هيبرد القلب. لحظه يا بنت، الكمون هو اللي هيبرد القلب كده. رشة الكمون النقطع اللي لسه مطحون كده فريش، واديها بقى ايه ليمونة وبس، وعيشي بقى. موضوع كبير يا جماعة، بس لما نقول الموضوع كبير يا جماعة، طبق طبق نزلت، الموضوع كبير. شوفوا 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 لي بس المنظر، يعني أنا عايزاكم بس تشوفوا لي المنظر وهو بتنزل كده الخلطة بقى. الفول بقى، الفول بقى، نيجي بقى عند الفول بقى، ينزل عليه كده. بصوا 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 المنظر، بصوا المنظر. يجي بقى هنا الفول على الجنب التاني بقى ده، وهنا بقى الناحية التانية بقى نحط له بقى ايه، معلقتين فول كده والدقة بعد. يلا يا باشا. بيقول لي علقتي بس بقى كده يا باشا. وهنا بقى ايه ده بقى بتاعي بقى، هحط الشمندر عليه وتشوفوا.